بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان شاء الله واحد الدوره جديده دونك في القناه ديالنا على اليوتيوب، واحد الدوره جديده ان شاء الله اللي غادي نحاولوا نطرقوا فيها على واحد الاليه اللي هي جد مهمه، اللي كتمكننا بيان سير باش نشتغلوا بقاعده البيانات ولا نشتغلوا على قواعد البيانات، اللي هي لونتيتي فريمورك، اللي كتمكنني باش نتعامل مع قواعد البيانات بواحد الطريقه اللي هي سهله. علاش بيان سيغ هاد الدورة درتها منفصلة ديال لونتيتي فريمورك كور؟ لأن هاد البنية ولا هاد مكون لونتيتي فريمورك كور هو واحد البنية اللي كنحتاجها في جميع لي بروجي تقريبا اللي كيكونوا عندهم علاقة باللا بازو دوني ولا بقواعد البيانات. للإشارة بالنسبة للناس اللي مهتمين، بالنسبة بيان سيغ لي ديفلوبور اللي مهتمين باش يتعلموا بيان سيغ لونجاج سي شارب، كاينه واحد الدورتين هما كاينين في منصه برايت كودين اللي هي منصه مغربيه 100% من تاسيس سي محمد ابراهيم. الدوره الاولانيه اللي كنا درناها دونك هي ليرن سي شارب ولا تعلم سي شارب، هي واحد لا فورماسيون بالدارجه المغربيه، دونك اللي كيفهم الدارجه المغربيه ننصحو بيان سيغ باش يدخل يتسجل في هاد لي فورماسيون. وكاينه اون اوتر فورماسيون ولا واحد الدوره تدريبيه اخرى اللي هي لايس بي دوت نيت كور ريزر بيجز، لا كومبوزون جديده ديال دوت نيت كور اللي بناء بيان سي على هاد ريزر بيجز كنسوا بيان سي واحد التطبيقات الويب اللي هي موديرن ولا متطوره، يعني فهاد كتماشى بيان سي مع هاد العصر ديال لا تكنولوجي اللي كنشتغلوا فيه في هاد الاونه الاخيره. الدوره الاولى فيها تقريبا واحد 99 فيديو، والدوره الثانيه ديال لاي اس بي دوت نيت كور سافا دير لي زابليكاسيون ويب كاينه 155 فيديو. اللي كان مهتم دونك موعدونا في منصه برايت كودين دونك اللي فيها بيان سيغ هاد المجموعه ديال لي فورماسيون، زائد بيان سيغ لي فورماسيون ديال سي محمد ابراهيم على البي اتش بي على التوسكي جافا سكريبت، وعندنا دوطخ فورماتور ان شاء الله اللي بغى يلتحق بينا مرحبا به. ولا كيف كنا عرفنا بيان سيغ في لي فورماسيون اللي كانوا قبل بان دوت نيت فريمورك لا فيرسيون دابا اللي كنشتغلوا عليها هي لا فيرسيون 7، في واحد مجموعه ديال الطبقات اللي بيان سيغ كتمكنني باش نخدم مجموعه ديال لي زابليكاسيون ولا مجموعه ديال التطبيقات من انواع مختلفه، ويب لي زابي اي لي زابليكاسيون كونسول الوين فورم الى غير ذلك. وفي بيان سيغ بارمي هاد لي كومبوزونت ولا هاد المكونات اللي كاينين في هاد دوت نيت كور كاين لونتيتي فريمورك اللي هي الاو اف باختصار، هي الاو اف كور اللي هي لونتيتي فريمورك كور. لافونتاج ديال هاد دوت نيت كور بصفه عامه هو اللي كروس بلاتفورم، يعني كيمكن ليه يشتغل مع مجموعه ديال لي سيستيم بحال ويندوز الماك او اس لينكس الى غير ذلك. داكور، هذا باختصار. الى بغينا بيان سور نعرفوا شنو هي لونتيتي فريمورك كور، لونتيتي فريمورك كور ما هو الا واحد كنسميه ORM. ORM هو Object Relational Mapper. بيان سيغ كيستعمل لا دي او دوت نيت اللي هي المكتبه اللي كتمكنني باش ندير لاكسي لودوني ولا باش ندخل بيان سيغ قاعده البيانات ونتعامل معاهم، ولكن بواحد الطريقه اللي هي مختصره. يعني هذا الORM هو واحد لو نيفو ولا واحد لاير ولا واحد الطبقه اللي هي من بعد لا دي او دوت نيت. يعني باختصار بغينا نقولوا شنو هو واحد المابر ولا ما هو المابر. المابر هو بحال واحد المترجم ولا واحد الاليه اللي كتحول لي بيان سيغ. كيف كتلاحظوا مثلا هنا عندي واحد لا كلاس ولا واحد الموديل كنسميوه موديل ولا كلاس دومين ولا موديل، يعني كيكون عندي في الكود ديالي واحد الموديل، وبيان سيغ هاد لونتيتي فريمورك كدير ليه الترجمه ديالو على شكل تايبل اللي كيكون عندي في لا باز دوني، والعكس صحيح. يعني الا كان عندي بيان سيغ هاد لا طابل في لا باز دوني دونك اوتوماتيكمون كنحاول نكري ولا ننشا بيان سيغ واحد لوبجي اللي هو موافق ليه، يعني كنشؤ فلو كود سورس ديالي. دونك هاد لونتيتي فريمورك كور هي اللي تمكنني بيان سيغ باش ندير هادوك لي ترانزاكسيون اللي كيتسماو ولا هادوك الفا اي فيان ديال لي دوني، يعني ارسال المعطيات الى قاعده البيانات واستقبال بيان سيغ المعطيات من قاعده البيانات اللي كنحولهم على شكل اوبجي. يعني هاد لونتيتي فريمورك كور تمكنني باش ننشا واحد النسخه على شكل اوبجي ديال لا باز دوني ديالي. دونك انا عندي لا باز دوني ديالي وكنعرفوا بان لا باز دوني كتكون هي واحد المجموعه ديال لي تايبلز ولا واحد المجموعه ديال الجداول، وهاد الجداول كتكون بيان سيغ بيناتهم واحد المجموعه ديال العلاقات، وكيكون واحد المجموعه ديال انواع المعطيات لي تيب دو دوني ولا داتا تايب اللي كيكون عندنا لي زونتي لي ريال لي سترينغ الى غير ذلك. دونك الطريقه اللي كنتعاملوا بيان سيغ معها في زابليكاسيون ديالنا هاد لونتيتي فريمورك كور هي انك تكون واحد الطبقه ما بين الداتا بيز، يعني ما بين لا باز دوني وما بين لابليكاسيون ديالنا ولا ما بين التطبيق ديالنا، هي كتكون كدير هاد الفايفيا ولا هاد ارسال المعطيات واستقبال المعطيات ولا تنفيذ الاوامر واستقبال المعطيات الى غير ذلك. دونك كديرها هاد لونتيتي فريمورك كور بواحد الطريقه اللي هي سهله، وغادي نشوفوا ان شاء الله داكشي في التطبيق.
بيان سير جوج ديال الطرق اللي نحاولوا نشتغلوا عليهم ان شاء الله في هذه الدوره ديالنا. عندي الطريقه الاولى اللي كتسمى داتابيز فيرست. داتابيز فيرست هذه هي قاعده البيانات كتكون عندي هي الاولى. يعني كنكون انا عندي واحد لو بروجي ولا عندي ديجا واحد لا باز دوني، يعني مسبقا بان عندي واحد لا باز دوني، وهذيك لا باز دوني ولا داك الداتابيز كنحاول نحولها اترافير لونتيتي فريم ورك، كنحولها على شكل كيتسموا دي كونتكست اي لي زونتيتي. هذوك لي زونتيتي ولا الموديل اللي كيكون عندي بيان سير في التطبيق ديالي، يعني باش ما نعاودش ننشئ هذيك لا باز دوني وبعض المرات كيكونوا فيها بعض المعطيات الى غير ذلك. دوك هذيك لا باز دوني كنحافظ عليها، وباش نخدم انا بيان سير التطبيق ديالي كنحاول ندير لا ترانسفورماسيون ديال هذوك لي طابل كنردهم على شكل دي كلاسز ولا دي زونتيتي او نيفو اوبجي. وليو باش نبقى نتعامل مع لا باز دوني ديريكتومون كنحاول نتعامل مع لي زونتيتي، وهذوك لي زونتيتي بيان سي غاترافير واحد باستعمال بيان سي واحد لوبجي اللي غادي نشوفو اللي سميتو دي بي كونتكست، واللي كيمكن بيان سي اللي كيكري لي واحد لا سيسيون الا كنشئو واحد لا سيسيون. لا سيسيون هي بحال كنتكونيكت على لا باز دوني وكنرسل المعطيات وكنسد لا باز وكنفيرمي ولا كنغلق بيان سي هذيك لا كونيكسيون. داكور فوالا، دونك الامر بسيط. دونك كتكون عندي باز دوني كتسمى داتابيز فيرست، يعني باز دوني كنحولهم على شكل دي زونتيتي اترافير اونتيتي فريم ورك. هاد لوبيراسيون كتسمى سكافولدين، يعني كتكون ديجا عندي لا باز دوني وانطلاقا من هذيك قاعده البيانات كنشئ هذوك لي زوبجي اللي عندي بمغرض. دونك كتسمى داتابيز فيرست، ولكن لوبيراسيون كتسمى سكافولدين، سكافولد ولا سكافولدين. دونك الطريقه الثانيه هي كيكون عندي دي موديل ولا دي دومين كيتسموا دومين كلاس. دي دومين كلاس يعني عندي واحد المجموعه ديال لي موديل ديالي دي كلاس اون جينيرال سون دي كلاس بيان سور اليه اللي كتمنح ليا لونتيتي فريم ورك واللي كتحول ليا دوك لي كلاس لواحد لا باز دوني ولا واحد قاعده البيانات، وبيان سور كتحافظ ليا بيان سور على هذوك المعطيات ولا المواصفات ديال هذوك لي زوبجي من حيث طبيعه المعطيات اسماء ديال هذوك اللي تايبات والجداول الى غير ذلك. دونك هاد ليطاب كتسمى ميغريشن، يعني كيكون عندي انا مجموعه ديال الدومين كلاسز بيان سي غادي نشوف كيفاش نربطوهم سيغلونتيتي فريم ورك كتمكن بيان سي باش هادي نحول هادوك لي كلاس نحولهم على شكل تيبل في لا باز دوني. دونك هاد ليطاب ولا هاد المحطه كتسمى ميغريشن، كتسمى ميغريشن. يعني في الاول كنديرو سكافولدين وفي المحطه الثانيه كنديرو ميغريشن. فوالا، هادو هما جوج ديال الانماط اللي غادي نحاولو نشتغلو عليهم. دونك فاش شنو غادي نحتاج باش غادي نساير بيان سيغ هاد لافورماسيون بطريقة اللي هي بسيطة؟ دونك غادي نحتاج لينيسياسيون في سي شارب، ضروري خصني نكون عارف شنو هو سي شارب، واللي هو كان انتيغيسي وبغا يافونسي شوية في سي شارب وبغا يتعلم شي حويجات اللي هما مزيانين في سي شارب، دونك ننصحو باش ياخد لافورماسيون ولا يدير لانسكريبسيون، يتسجل بيان سيغ في لافورماسيون اللي كاين بريت كودين. طبعا خاصني بيان سور نكون عارف شنو هو لي سكيل، كيفاش غادي ندخل باز دوني سكيل، كيفاش نتعامل بيان سور مع اشياء اللي هي بازيك، نقولوا مثلا الاشياء اللي هي اساسيه في سكيل، شنو هي روكيت سكيل، كويري سكيل الى غير ذلك. داكور، هادشي كامل غادي نحاول نحتاجوه. الادوات اللي غادي نحاولوا نشتغلوا عليهم، غادي نحاولوا نشتغلوا على باش نخليو بيان سور نحافظوا على داك النسق ديال كروس بلاتفورم. دونك غادي نحاولوا نخدموا على فيزيوال ستوديو كود، ماشي نخدموا على فيزيوال ستوديو باش غادي نخليو نعطيو فرصه بيان سي الغالبيه ديال الناس اللي مكيشتغلوش بويندوز انهم يشتغلوا بيان سي اما بلينكس ولا ماك او اس، حيت فيزيوال ستوديو كود يعني متاح في هاد الانواع ديال لي سيستيم بثلاثه اللي عندنا. داكور، ماي سكيل حتى هي ما عندناش مشكل، كنا انستاليوها في لي 3 سيستيم ديكسبلوطاسيون اللي عندنا ويندوز ماك او اس بيان سور لينكس. الفيرسيون اللي نشتغلوا عليها ديال دوت نيت كور هي لا فيرسيون 7، لا فيرسيون 7 اللي هي حاليا. وبيان سور باش غادي نحاولوا نوعوا، يعني حيت لونتيتي فريم ورك القوه ديال لونتيتي فريم ورك القوه ديالها هي بيان سور كتمكني باش نتعامل مع واحد المجموعه ديال قواعد البيانات والانواع قواعد البيانات، ماشي ضروري نخدم لي سكيل سيرفر ولا ماي سكيل، ممكن نخدم بوست جري، ممكن نخدم اوراكل، ممكن نخدم اي نوع ديال باز دوني. كنستعمل فقط هذوك لي باكيج اللي هما خاصين بها، وبيان سور كنحاول نشتغل. ولا اول حاجه بيان سور خصني نتاكد ونتحقق بان دوت نيت كور انستالي، يعني الا ما كانش انستالي اوتوماتيكوم خصني نحاول انستالي دوت نيت داونلود مثلا. فوالا، دوت نيت داونلود غيعطيني لو برومي ليان تقريبا هو هذا، نحاول انستالي بيان سور. عندي لا فيرسيون 6 وعندي لا فيرسيون 7، من الاحسن نشتغلوا على لا فيرسيون 7 اللي هي
ريكومندد يعني حاليا راهي فيها لا فيرسيون 7.0.2 اللي خرجت تقريبا حاليا في يناير 2023 يعني اخر ميزاجور ديالها. داكور من الاحسن انستاليو ضروري خصني انستاليو ديجا ما عندي مانستاليو اللي نكليكي هنايا تري سامبل. الا كانت عندي ويندوز راه الامر بسيط. الا كان عندي بيان سور دوطرو سيستيم اكسبلوطاسيون كليكي هنايا اول دوت نت فيرجن وكندخل هنايا بيان سور ولا ندخل دوت نت كليكي على هاد لو ليان دونك كيعطيني بيان سور هنايا لي سيستيم اكسبلوطاسيون اللي ممكن نشغل عليهم بيان سور هاد اس دي كي ديال الدوت نت كور اللي هي لينكس ماك او اس ويندوز الى غير ذلك. دونك من الاحسن خصني انستالي وباش نتاكد بانني عندي لا فيرسيون بيان سور والانستالاسيون تمت بنجاح نقدر ندخل هنايا اي سول دو كوموند ونكتب بيان سور هاد ولا نحاول نكبر هنايا كونسول دو كوموند ونكتب بيان سور دوت نت داش داش فيرجن لا فيرسيون ديال دوت نت اللي عندي مانستاليا. لاحظوا معايا دوك كيعطيني 7.0.102. نتمنى انكم استفدتوا من الفيديو ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.